مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من محطات مغاربية، أهلا بكم. تشهد الجزائر منذ بدايات العهد الرابعة عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حراكا اجتماعيا يبحث عن التشكل بعيدا عن الأحزاب السياسية ودوائر التمثيل الرسمي كالبرلمان أو المؤسسات المرتبطة بالدولة. ولعل هذا يعود أساسا لأزمة ثقة نشأت مع العشرية السوداء أو عشرية الدم التي عرفتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي، والتي وشمت حالة من اللا مصالحة واللا خصومة بين الدولة كأجهزة والجزائري كحالة بحث عن مواطنة. بدايات العهدة الرابعة توسع ما عرفته الجزائر في دائرة الحديث عن لوبيات المال والأعمال، وطرحت من جديد وبقوة مسألة تمثلات هوية الشعب الجزائري وانتمائه، وخاصة عند الحديث عن المنظومة التربوية ومراجعتها وتطويرها. لكن في كل حديث وفي كل جزئية منه يحضر غول الفساد بقدراته القوية على تطويع الدولة ومؤسساتها لمصالحه. هناك حراك في الجزائر يقوى ويتعمق يوما بعد يوم. المحصلة هناك شيء ما يحدث في الجزائر، قد تكون الجزائر الجديدة. إصلاح المنظومة التربوية أصبح الموضوع الأول تداولا في الجزائر بين عموم الناس والطبقة السياسية، على أساس أن التعليم مسألة تمس كل الجزائريين، قطاع استراتيجي هام يرتبط به مستقبل الجزائر، فماذا لو اقتحموا الفساد وبقوة في جميع المستويات؟ نتابع هذا التقرير الذي يفصل لنا حالة من حالات التعليم في الجزائر. تحولت القضية التي أثارتها السلطات الجزائرية وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية حول مزاعم غش في بعض الاختبارات والامتحانات الوطنية كالبكالوريا الثانوية العامة إلى حديث الشارع في البلاد، وشكل الموضوع هالة ضخمة تجاوزت الإطار العام للحدث ووسع دائرة النقاش وصولا إلى مخرجات جهود إصلاحات المنظومة التعليمية. وزيرة التربية الوطنية نورية بن قبريط أكدت في تصريحات صحفية سابقة أنها ستتخذ إجراءات رضعية صارمة ضد من تثبت عليه حالات غش وفقاً لما تقتضيه القوانين سارية المفعول، معتبرة أن حالات الغش المسجلة ببعض الولايات أمر عادي ما دامت أنها أعمال فردية معزولة وليست جماعية منظمة. ولكن المتابعة لهذه الهالة من المحللين والنشطاء يؤكدون أنه ليس ظاهرة مفصولة عن واقع استشرت فيه منظومة الفساد والتحيل، وأن النقاش الحقيقي يجب أن يتمحور حول المداخل التي تسرب منها فيروس الفساد وملحقاته كالواسطات والمحسوبية والعلاقات الخاصة إلى قطاع استراتيجي كالتعليم، قطاع هو من المفروض أن يكون محصناً ذاتياً من مثل هذه الممارسات نظراً لطبيعة الفاعلين فيه ودورهم في صناعة المستقبل وضمان الرأس المال البشري للدولة. ويرى العديد من النشطاء المدنيين والحزبيين وحتى بعض المسؤولين في الدولة أن الحوار الدائر اليوم في الجزائر حول المنظومة التربوية التي تم تسكينه في المؤسسة الرسمية، أي السلطة السياسية ووزارة الإشراف ووزارة التربية لعقود، يجب أن يشارك فيه جميع الفعاليات المجتمعية والحزبية والمعنيين به مباشرة بالتلاميذ وأولياء أمورهم وهم صناع الرأي، أي يجب أن يكون حواراً مجتمعياً وطنياً مفتوحاً، فمستقبل الجزائر ملك لكل الجزائريين. ولمناقشة هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الجزائر السيد النائب عبد الرحمن فرحات، رئيس كتلة الجزائر الخضراء وعضو المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم. أهلا بك سيد النائب. مرحبا سيد النائب. كما تابعت معنا الحوار حول مراجعة وإصلاح المنظومة التربوية، هناك دعوة لأن يكون حوارا مجتمعيا تشارك فيه كل الأطراف دون إقصاء أو استثناء، هل الجزائر على مستوى مؤسسات كالبرلمان مهيئة لاحتضان مثل هذا الحوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أقول بأن موضوع المنظومة التربوية هو موضوع بالفعل موضوع مجتمعي بالتمام والكمال، وليس موضوعا لطبقة سياسية أو لنخبة معينة
سواء كانت علمية أو كانت إيديولوجية أو غير ذلك. موضوع المنظومة التربوية في تقديرنا ولدى كل الشعوب مسألة مهمة جدا، ومراجعتها بين الفينة والأخرى، مراجعة الإصلاحات، أمر أكثر من ضروري. ولكن شريطة ألا يصطدم بالثوابت وألا يتجاوز الثوابت الوطنية ومبادئ الهوية في لبناء الشخصية الجزائرية باستمرار. أما أن تكون عملية المراجعة من أجل تحسين في الآليات، تحسين في المناهج، بما يخدم يعني رقي وازدهار البلد وبما يخدم المصلحة الوطنية، فهذا أمر أكثر من ضروري. سيد النائب، ولذلك أقول بأن الفضاءات الموجودة الآن ومن بينها البرلمان هي فضاءات كان يجب أن تكون هي صاحبة الأولوية لاحتضان هذا النقاش وتفعيله وتحسينه، ولكن مع الأسف الشديد البرلمان الذي نحن فيه الآن ليس مشجعا على فتح فضاءات أو فتح فضاءات لنقاشات مسؤولة تحتضن الجميع، تحتضن الأفكار المختلفة من أجل تطوير المنظومة التربوية في بلدنا مع الأسف الشديد. سيد النائب، تحدثت عن أن لا يصطدم مشروع إصلاح ومراجعة المنظومة التربوية مع ثوابت الهوية الشعب الجزائري، ولكن على المستوى الممارسة حصل الاصطدام، آخرها كان الخطأ ما يقال وما صرحت بوزارة التربية، خطأ مطبعي في كتاب الجغرافيا، قبل ذلك دعوات من داخل الوزارة وعلى رأسهم الوزيرة لتوجه فرانكفوني أيضا أكثر في التعليم باللغة الدارجة الجزائرية. يعني على مستوى الممارسة حصل الاصطدام، كيف اليوم يمكن تجاوز حالة الاشتباك هذه إلى حالة تثاقف بين منظومتين؟ أستاذنا الكريم، هو أن في الجزائر دائما حماة ومدافعين عن الهوية الوطنية وعن السيادة وعن كراهة الشعب الجزائري وعن أصالته وعن مرجعياته، لا يتنازلون، لا يفترون، لا يهدأ لهم بال إلا أن تظل ثوابت هذه الأمة شامخة، يعني تمثل القلعة الحصينة لصيانة وكرامة المجتمع والشعب الجزائري بالجملة. ولذلك أقول إن كل المحاولات التي وقعت سابقاً، لأنه بالفعل كل مرة هذه الوزيرة مع الأسف الشديد منذ مجيئها ترمي بالونات اختبار، مرة موضوع تدريس البلاد العامية أو ما سمته بلغة الأم، مرة الحديث عن يعني مثلاً ما حدث عن برامج الجيل الثاني كما يصطلح عليها الآن، والتي طالب كل الفاعلين، أقول من أولياء تلاميذ، من نقابات تربوية، من كثير من النواب الشرفاء، من جمعيات يعني في المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية علماء المسلمين الجزائريين، طالبوا جميعا بتأجيل اعتماد هذه الكتب المسماة بكتب الجيل الثاني كما يصطلح عليها أو كما يسمونها. وهذا بالضبط ما أدى إلى طابع الاستعجال في إنجاز هذه الكتب وفي إخراجها بفضائح معلنة علم بها القاصي والداني، ولعل ما حدث من مما تعرفون طابع الاستعجال عندي أو غير عندي. على كل كيف ما كان، موضوع الخارطة التي تؤسس لوجود دولة إسرائيل رغم أن دولتنا رسميها وشعبها يرفض رفضا كليا أن تمس أرض فلسطين بسوء أو أن يعتدى على أرض فلسطين ولو بتسمية كتاب مدرسي بمسمى إسرائيل التي لا نعترف بها في بلدنا، وغير ذلك من الأخطاء الإملائية وهي من الأخطاء نقول يعني التي يبطن فيها كثير من المساوئ الموجودة داخل هذا الكتاب مع الأسف الشديد. فلذلك نحن نؤكد ونعيد التأكيد على أن حماة الهوية الجزائرية موجودين ويتعاطون بإيجابية كبيرة جدا، ونحن نواجه هذا التيار بكل ما أوتينا من قوة من أجل أن نمكن لكرامتنا، أن نمكن لهويتنا، أن نمكن لمنظومة تربوية خادمة لمستقبل الأمة ولمستقبل البلاد والعباد، ترفع من شأن هذه البلاد، من شأن هذه الدولة،
وتجعلها يعني بين الأمم الراقية والأمم المتقدمة بإذن الله تبارك وتعالى. سيد النائب، هناك من يريد أن يسحب النقاش والحوار حول مراجعة وإصلاح المنظومة التربوية إلى أجندات إيديولوجية أو سياسية. حسب رأيك، من هي الجهة أو من هو المستفيد من أن يكون هذا النقاش المفروض هو نقاش وطني تحت سقف وطني وعمقه الشعب الجزائري بما يعني هذا العمق من انتماء عروبي إسلامي؟ من مصلحته أن يتم سحب هذا النقاش إلى زاوية الإيديولوجيا والتجاذب السياسي؟ هو مع الأسف الشديد نحن عندنا في الجزائر مسمى يعني يتداول باستمرار، اللي هو موضوع نحن نسميه يعني بلغة معينة جهة غير ملموسة. احنا نقول بانها تمثل حزب فرنسا كما نسميها عندنا في الجزائر كجزائريين. حزب فرنسا هذا حزب ليس مقبوضا عليه، ليس ممسوكا به، ولكنه موجود. هي افكار تصل، هي افكار يعني توجه، هي افكار، هي ايديولوجيات يراد ان توصل الى هنا وهناك لاطياف المجتمع الجزائري. اطياف خفيه، اقليه نافذه تعمل في مثل بمثل هذا الفعل، ومن الصعب يعني نقول الامساك عليها، ولكن اقول دائما وابدا لانه ما نقدرش نحدها بالشخص يعني بفلان او فلان، ولكن هي جهه خادمه توظف جهات متعدده من اجل افكارها، من اجل ايديولوجيتها. هذه موجوده بالفعل عندنا في الجزائر بتوجهات سواء فرانكونيه او الفرانكفيليه، حتى ما نقولش فرانكونيه، الفرانكوفيليا اي التي تحمل اللغه بثقافتها، اللغه الفرنسيه بثقافتها عندنا في الجزائر مع الاسف الشديد، على حساب يعني الجزائريين بلغتهم العربيه وبثقافتها التي تحتويها والتي لا تعد ان تكون الثقافه العربيه الاسلاميه بمزيجها اقول الامازيغي اللي هو عمقنا المجتمعي في أمتنا وفي دولتنا والحمد لله. سيد النائب، ما لاحظناه مؤخرا أن المجتمع وفضاءات المفتوحة في المجتمع كفضاءات التواصل الاجتماعي، منتديات الشباب أو الحراك الشبابي المعيد عن المؤسسات الرسمية هو الذي كان في صدارة من واجه مشروع الفرنكفولية كما ذكرت أنت، خاصة في عند الحديث عن مراجعة المنظومة التربوية. هل هذا يعني بأن الفاعل السياسي الحزبي، أنت في البرلمان وأنت تمثل فاعل سياسي حزبي باعتبارك عضو في المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، أنه لا غير متناسق في خطواته وفي ردات فعله مع الشارع؟ السيد النائب، يبدو أننا فقدنا التواصل مع السيد النائب عبد الرحمن فرحات عضو المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم. نشكر مداخلته عبر الهاتف، كان معنا من الجزائر، شكرا له. تشهد الجزائر في المدة الأخيرة بعض الهزات الاقتصادية والمالية مرتبطة أساساً بتدهور سعر النفط. تدهور سعر النفط أثر على الميزان التجاري الجزائري وأثر على احتياطي النقد الأجنبي في الجزائر، وبالتالي سيؤثر على الحركة الاقتصادية، سيدفع أكثر نحو إمكانية احتقان اجتماعي وتوتر سياسي. هذا التقرير يفصل لنا مدخل لهذه الزاوية. حذر خبراء وسياسيون من خطورة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري، خاصة بعد أن أعلن وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة أن المدخرات الأجنبية لبلاده تكفي ل23 شهراً فقط. احتياطي النقد الأجنبي الذي يقدر بنحو 140 مليار دولار وصل إلى هذا المستوى بعد تراجع مداخيل البلاد من النفط بنحو 70% منذ انهيار أسعار النفط العالمية بداية من يونيو حزيران 2014. وأضاف الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب الاستشراف واليقظة والتفهم، وأكد أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي ستعتمده الحكومة في السنوات الثلاث المقبلة سيعمل على إدخال المدخرات الوطنية في الحركة الاقتصادية وتحقيق نمو 7% من خلال التوجه نحو الاستثمار الاقتصادي والابتعاد عن تمويل المشاريع من ميزانية الدولة وعدم الاعتماد على عائدات النفط والغاز. ويقصد بالمدخرات الوطنية الأموال المكتنزة في بيوت الجزائريين وتلك التي تدور في السوق الموازية
وكان قد دعا صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية إلى إصلاحات لتنويع الاقتصاد والتحرك بقوة على مستوى السياسات وضبط أوضاع المالية العامة وإجراء إصلاحات هيكلية، لافتاً إلى أن هبوط أسعار النفط كشف عن مواطن ضعف في اقتصاد البلاد التي تعتمد موازنتها العامة بنسبة 60% على مداخيل النفط والغاز، في حين أعلنت الحكومة الجزائرية أنها ستواجه هذه الصعوبات من خلال نموذج اقتصادي جديد يقلل الاعتماد على النفط والغاز ويركز على تنفيذ مشروعات استثمارية تمول من الأموال التي ستأتي من ثلاثة بنود، وهي زيادة الوعي الضريبي واستقطاب الأموال المتحركة خارج المؤسسات المصرفية والمقدرة ب 34 مليار دولار، واللجوء للاستدانة الداخلية من خلال إطلاق القرض السندي. الجزائر كما نعلم هي أكبر بلد إفريقي وعربي من حيث المساحة، يمتلك قدرات مالية ومدخرات على مستوى الغاز والنفط عالية جدا، عرف طفرة محترمة ومهمة جدا قوت رصيده من احتياطي النقد الأجنبي، وكذلك أحدثت هذه الطفرة خاصة بعد تجاوز مرحلة العشرية السوداء وعشية الدم في الجزائر عرفها في تسعينيات القرن الماضي، استطاعت الجزائر أن تأخذ جرعة أكسجين، واستطاع المجتمع الجزائري أن يحدث شيء من التوازن خاصة مع الإصلاحات السياسية بين المعاقفين التي بدأها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقانون الوئام الواد المدني، واستطاعت الجزائر حينها أن تتجاوز بعض العقبات على المستوى الاقتصادي. للحديث في هذا الموضوع وتداعياته السياسية معنا عبر الهاتف الأستاذ رضا بودراع الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد رضا. أهلا ومرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. السلام عليكم. سيد رضا، يعني الجزائر تواجه صعوبات مالية ناتجة أساسا عن تراجع أسعار النفط. ردة الفعل السياسي، يعني وزير المالية وزير الاقتصاد يتحدثون عن نموذج اقتصادي جزائري يحاول أن لا يكون مرتبطا أساسا في مستوى التمويل بأسعار النفط أو أسعار الغاز، هل هذا ممكن على مستوى التنزيل الفعلي في الاقتصاد الجزائري؟ طبيعي هذا ممكن، وممكن لكل شعب له عبقريين له مفكرين له إرادة سياسية ووعي بالمرحلة التي يشتغلها، لكن أريد أن أركز أنه الأزمة المالية وشح السيولة ليس فقط ناتج عن تجني أسعار البترول، إنما الجزائر شهدت وفرة مالية في ثلاث وهجات للرئيس بوتفليقة، والحقيقة لم يستطيعوا أن يجدوا بدائل حقيقية عن النفط والبترول مقارنة مع جارنا فقط المغرب، قد حقق قفزة نوعية في مصنوع الطاقة الشمسية مثلا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. بعد ذلك يأتي قضية التوازنات الدولية والإطلاق العالمية وتجني أسواق النفط، لكن أخي الكريم للأسف الشديد أنه أمام هذه التحديات، أمام الاعتماد الكلي للجزائر بنسبة 95% إلى 98% على الريع النفطي وقطاع المحروقات، للأسف الشديد لم نستطع لحد الآن إيجاد بدائل حقيقية تقي الجزائر كل الهزات الدولية والإقليمية المستعرة. الآن الجزائر أصبحت في حالة أستاذ أخرى أن الإصلاحات المالية التي طرحت في هذا المجال الحقيقة هي رائدة كفكرة مجردة، لكن التعقيد الإداري البيروقراطي انعدام الإرادة السياسية ضعف الإدارة في تسيير الموارد المالية هو الذي وصل بنا إلى هذا النص. أستاذ رضا، يعني هل القرار يعني في متجاوز أزمة اقتصادية مرتبط بقرار سياسي سيادي داخلي أم هو مرتبط بحيثية تشبيك إقليمي ودولي؟ هو على ثلاث مستويات، هناك كما أسبقت الحديث أن هناك إرادة سياسية ضعيفة، هناك صراع واضح على السلطة بعدما كانوا جناحين أصبحوا الآن أربعة أجنحة، كل واحد يريد أن يحقق يحرص على مصالحه الخاصة، مصالح توازناته الخاصة عوض
المصالح العليا للوطن، هذا على المستوى الأول. المستوى الثاني، هناك فعلا إشكال على مستوى القوى الإقليمية من الجزائر والدول المحيطة بها، فعلا ليس هناك سياسة تكاملية مالية اقتصادية نستطيع أن نقول أنها ترقى إلى مستوى حتى التنسيق، لما نتكلم عن الوحدة للحلم المنشود. المستوى الثالث هو الأخطر، أن هناك فعلا إرادة خارجية تفرض أجندة على الساحة الجزائرية بحيث أنها تبقى محدودة الحلول على المحاور الأربعة التي توفر السيادة وبالمقابل توفر تحقق الهيمنة لهم، ألا وهو قطاع السلاح، القطاع المغيب تماما، ثم التقنية، ونأتي الصحة والغذاء، وانتهاء أيضا بالثروات والنفط. فواضح أن هناك فيتوهات على ثلاث مستويات أو عراقيل كبرى هي التي تعيق التنمية الجزائرية. شكرا لك أستاذ رضا بودراع الكاتب والباحث السياسي. وفي نفس السياق ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور فاروق طيفور، أستاذ في الجامعة الجزائرية والباحث في العلوم السياسية. أهلا بك دكتور فاروق. مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور فاروق، أكيد أنك تابعت معنا تقرير ومداخلة أستاذ رضا، يعني الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر وتعرفها إلى الآن، خاصة منذ تدهور أسعار النفط وتدني ميزان الدفعات في الجزائر، هل هذا يعود أساسا إلى خيارات في منوال التنمية هي وليدة يعني سنوات حتى قبل مرحلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أم أن الخيارات ما بعد تجاوز ما يسمى بعشرية الدم، الخيارات على المستوى الاقتصادي وخاصة بعض الشركات وآليات جديدة في الاقتصاد الجزائري هي التي ساهمت في استفحال هذه الأزمة؟ والله التحليل الموضوعي. ألو، معك أستاذ دكتور فاروق. أعتقد أن التحليل الموضوعي لما يحدث في الجزائر فيه ارتباط كبير جدا بين ما هو سياسي وبين ما هو اقتصادي، وفي مستوى آخر فيه ارتباط بين ما هو مقاربة اقتصادية تنموية تقف على قاعدة الدولة الريعية التي تتصرف تصرفات إن صح التعبير تدخل في سياق ما نسميه بالخيارات العشوائية التي تعتمد على المورد الواحد. ففيها البعد السياسي وفي كذلك البعد الاقتصادي والخيارات الاقتصادية السابقة، على اعتبار أن الجزائر للأسف الشديد دولة تعتمد على مورد واحد اللي هو المحروقات، وأصبحت الأزمات المالية والاقتصادية في الجزائر دورية وليست يعني صح التعبير يعني هي هكذا جاءت. فسوف في سنة 86 عندما حدثت الصدمة النفطية العالمية عاشت الجزائر نفس الوضع الاقتصادي الذي هي فيه الآن. للأسف الشديد لم تأخذ السلطة الدرس من الأزمة المالية 86 وما حدث في الجزائر من تحولات سياسية هامة جدا مسجلة في تاريخ الجزائر بعد يعني ثلاث عقود طبعا، يعني من 88 حتى سنة يعني 2016. القضية الآن المطروحة في الجزائر الآن هو أنه ما تزال للأسف الشديد السلطة الحالية لا تملك رؤية اقتصادية خارج ما نسميه اقتصاد المحروقات واقتصاد التبعية للمحروقات، وينضاف إليها أننا المرحلة السابقة التي كانت فيها أسعار النفط يعني في مستوى 146 دولار للبرميل و 110 لم نستطع أن نستثمر في تلك الفترة التي دامت أكثر من 15 سنة لصناعة اقتصاد منوع والتأسيس وسيارة رؤية تنموية اقتصادية. طيب دكتور فاروق، دكتور فاروق بعد إذنك، العقل السياسي في السلطة حاليا كيف يفكر عندما يتعاطى مع أزمة في هذه الحدة، أزمة تنبئ يعني العديد من المحللين السياسيين ولا الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أزمة اقتصادية كبيرة جدا ممكن تدفع نحو احتقان اجتماعي خطير في الجزائر، العقل السياسي في السلطة كيف يفكر عندما يتعاطى مع هذه الأزمة؟ دكتور فاروق، من الأزمة الحالية نعم، هي أنه سجل في جوان 2006 أن حجم الإنتاج الجزائري في تراجع منذ سنة 2006، يعني ما لم يكن الآن القضية ليست فقط أنه انخفاض أو ارتفاع
ارتفاع اسعار البترول في البورصه الدوليه. القضيه هي ان الانتاج احتياطي الانتاج النفطي في الجزائر في تراجع كبير منذ سنه 2006، وهذا مسجل في القوانين الماليه. الثاني وهو يعني ارتباط كل المشاريع التنمويه بهذا. انا اعتقد ان هذا تدركه هذه السلطه، ولكنها عجزت على ان تخرج مما نسميه المقاربه الحسابيه، يعني نبقى في المكتب ونشوف ما هي الحلول الحسابيه وكيف ما هو الوقت الذي يمكن ان يرتفع فيه البترول. اعتقد ان العجز هنا. الخبراء في الجزائر الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين كلهم عندهم اجماع على ان المقاربه الحسابيه التي تعتمد على السلطه الحاليه الان والاجراءات الاداريه التي تقوم بها لا يمكنها ان تواجه بها هذه المخاطر المحدقه بالجزائر من الناحيه الاقتصاديه والماليه، والتي لا شك سيكون لها انعكاس على الجبهه الاجتماعيه والسياسيه. شكرا لك دكتور فاروق طيفور الأستاذ في الجامعة الجزائرية والباحث في العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. فاصل ثم نعود لمواصلة حديثنا اليوم. كنتم جيوش الاسد فنحن جيوش الواحد الاحد، ثورتنا مثل الصلاه باذن واحد، باذن واحد الاحد، تبدا بالتكفير تنتهي بالشهاده، بالتكفير. على اليمن سوف يحملون الاثقال على ظهورهم ويفكون حصار المدينه ويفكون حصار المدن ويلحقوك الى اوكارك، وهذا وعد منا والله على ما نقول شيء. فرح الاذن واكتب في دفتر ذكرياتك ان طفله بعمر الورد تعلمت من اجدادها القدماء ان تقول لك هذه بلادي وانت تحكمها وليست بلادك ونحن نسكنها. والله 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 سنحرر فلسطين. اهلا بكم مشاهدينا الى الجزء الثاني من حلقه اليوم من محطات مغاربية. مربع الفساد الذي أصبح يسيطر على عديد مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الجزائر، هذا المربع وهذا الغول أصبح الآن له لوبيات ويتحرك براحة وأنسيابية كبيرة جدا، وخاصة أصبح هذا يعني غول الفساد أصبح يهدد قوت المواطن الجزائري ومستقبل الجزائر. نتابع هذا التقرير ثم نعود. إن لجماعات الضغط والمصالح دور كبير في توجيه سياسات الدولة وفي الضغط على متخذي القرار وعلى نواب المجلس الشعبي الوطني، بعدما أصبحت الأحزاب السياسية عاجزة عن تحقيق ما أتت من أجله وكذا التعبير عن مطالب المجتمع، لتأتي جماعات المال وتحجم عن الأضواء تحت الأطر الحزبية وتفضل البقاء ضمن ما يعرف بالأغلبية الصامتة أو غير الحزبية. فقد يكون لهذه الجماعات دور إيجابي في التعبير عن مصالح ومطالب الجماهير، كما يمكن أن تتحالف مع السلطة وتتبنى أجندتها السياسية مقابل تحقيق مطالبها الخاصة.
يرى العديد من الجزائريين سياسيين أو خبراء أن القرار الذي عادة ما يصنع ضمن دوائر ضيقة في قالب قانوني قد يغلف بغلاف سياسي عندما تكتنفه النوايا السيئة والمصالح بمختلف أنواعها وأشكالها، وهي تلك القرارات التي تصدر عادة عن دوائر على مستوى الهيئة التنفيذية استنادا إلى اعتبارات يراها المشرع ضرورية لمصلحة تسيير المرفق العام أو بدعوى المصلحة العليا للوطن بغض النظر عن الدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا أو ذلك القرار، وبغض النظر عن الجهات والمصالح التي أدت إلى ذلك، فالمشرع يبحث لها عن المشروعية بدون عناء أو تفسير بالاستناد إلى التخويل الدستوري الذي عادة ما يلبس كل الأخطاء التي يرتكبها المشرع على مستوى الهيئة التنفيذية. ومع الأسف كل القرارات التي تتخذ في هذا المستوى في أغلب دول العالم غير الديمقراطي تكون محصنة من الرقابة الدستورية أو الرقابة القضائية، لا سيما في وجود معارضة سياسية ضعيفة كما الحال في الجزائر التي تعاني أزمة الشفافية والديمقراطية في بناء المؤسسة الدستورية وتأسيس دولة القانون. بناء دولة المؤسسة والقانون رغبة معلنة من الجميع من السلطة والفاعلين والاجتماعيين والنشطاء السياسيين، ولكن يبدو الطريق لتحقيق هذه الرغبة مسكونا بعراقيل تعجز الجزائر إلى حد الآن عن تجاوزها. يبدو أن الطريق لتحقيق ذلك كما ذكر التقرير هناك عديد من العقبات في هذا الطريق تعيق تقدم الجزائر. هذه العقبات هي صنيعة لوبي مال وأعمال يريد أن يستحوذ ويستثمر لوحده ثروات الجزائر. هذا اللوبي أكيد هو ليس وليد اليوم وليس وليد مرحلة قصيرة، بل هو لوبي استطاع أن يتنفذ عبر سنوات في عديد مفاصل والمستويات عليا في الدولة الجزائرية. هذا الكلام لم يعد سرا في الجزائر، الجميع يتحدث عن ذلك، حتى المسؤولين الجزائريين، وزراء، حتى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتحدث عن أزمة الفساد. يبدو أن هذه أزمة الفساد هي أزمة أصبحت الآن عنوان كبير في المغرب العربي. مؤخرا رئيس الحكومة التونسية الجديد يوسف شاهد قال بأن مقاومة الفساد أخطر وأكثر شراسة من مقاومة الإرهاب. نفس الشيء في الجزائر، الجزائر بعدما تجاوز مرحلة مقاومة الإرهاب الآن يجد نفسه أمام إرهاب مالي آخر. بعد الجميع يتذكر أيضا فضيحة بنك خليفة ورجل أعمال الجزائري الملياردير خليفة الذي أسس إمبراطورية مالية ضخمة جدا. هذه الإمبراطورية لم تأتي من فراغ بل تتعبر تشبيك علاقات مع مسؤولين كبار في الدولة الجزائرية. ينهار خليفة، يفر للخارج، وذهبت وضاعت معه مليارات الدولارات من أموال الأموال العامة الوطنية الجزائرية. كذلك اليوم يتم الحديث عن رجال أعمال آخرين، مناوشات واشتباكات حتى على في وسائل الإعلام بين مثل رجل الأعمال إدريس ربراب ووزير المالية ووزير الاقتصاد، وحديث في كل وسائل الإعلام الجزائرية عن تنفذ هذا، أو رجل الأعمال إدريس ربراب يتحدث عن صراع مع لوبيات خصمة له تريد هي أن تستحوذ لوحدها عن السوق الجزائرية ولا يمكن أن توجد منافسة شريفة. كذلك مرورا بفضيحة شكيب خليل المسؤول الجزائري الذي فر من الجزائر ثم عاد وأصبح يزور الزوايا والأضرحة وحلقات الصوفيين ويقوم بحملة علاقات عامة من أجل تجديد ورسكلة وجوده في الساحة السياسية الجزائرية. هذا عملية المزج والخلط بين المال والسياسة أفسد الحياة السياسية في الجزائر التي هي تبحث عن نشأة جديدة، تبحث عن جرعة أكسجين جديدة بعد تطلعات شريحة محترمة من المجتمع الحزبي السياسي أرادت أن تلتحم كلها في صف واحد ولا تدخل في خصومة مجانية مع السلطة المتمثلة في تيار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دخلت معه البرلمان وأرادت أن تكون لها فعل أكثر فاعلية وقوة في التأثير في الحياة السياسية الجزائرية. لمناقشة هذا الموضوع معنا دكتور إدريس ربوح القيادي في ملتقى العدالة والديمقراطية. أهلا بك دكتور إدريس. أهلا وسهلا دكتور إدريس. كما يعني تعرف ويعلم جميع والجزائريين وكل من تابع لشأن الداخلي الجزائري، الفساد أصبح اليوم يعني أكثر أو القنبلة الموقوتة اللي ممكن أن تنفجر في أي وقت،
وتجعل كل مؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمعية تدخل في يعني تطاحن واحتقان كبير جدا نظرا لتنفذ هذه المنظومة. حسب رأيك لماذا تنفذ هذه المنظومة بهذه القوة؟ أولا الفساد في الجزائر هو فساد مهيكل أخذ أشكال متعددة، يعني من القاعدة على المستوى المحلي إلى مستوى الحكومة، وصل إلى هذا المستوى بعد أن تعمد النظام الحاكم إلى إفساد العمل السياسي ووصول المشبوهين السياسيين والفاسدين وأصحاب المال إلى مواقع التشريع ومواقع التنفيذ، وبالتالي كان نتيجة السياسة المعتمدة. إذا الفساد أخذ هذا الشكل حتى وصل بالأمر أنه أعضاء الحكومة وأعضاء المتواجدين في مؤسسات الحكم يعلنون كل مرة بأنه فساد في قطاع معين، حيث أنه استصر بشكل مخيف جدا، ينبئ بالأقدام على أزمة اقتصادية، وهذه الأزمة التي بدأت مع انخفاض أسعار البترول والتي كشفت عن حجم الفساد وحاجة الحكومة والجزائر إلى المال، وبالتالي بدأ الحديث عن بعض مظاهر هذا الفساد. الفساد ليس جديدا، وانما كشفته الازمه الاقتصاديه التي دخلتها الجزائر بانخفاض اسعار البترول والوصول الى نهايات التسيير الريعي في الجزائر. يعني ردة فعل الحكومة إلى حد الآن لازال محتشماً، يعني يومياً نسمع عن قضايا فساد في مستويات عديدة في الدولة وفي مؤسسات خاصة، ومع ذلك ردة فعل الحكومة لازالت محتشمة الآن، حسب رأيك لماذا؟ يعني الحكومة ليست حكومة منبثقة فعلاً عن الشعب. لو كانت حكومة منبثقة عن الشعب وتعرف أنها ستحسم من طرف الشعب لتصدت لهذا الموضوع، ولقدمت الحساب ولقدمت جميع الخطوات اللازمة لمحاربة الفساد. نحن عندنا كم هيئة تشرف على عملية الوقاية من الفساد، لكن لا نجد لها أثر. البرلمان مغيب، البرلمان أثر له الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، وبالتالي وصلنا إلى هذه الحالة. بالإضافة إلى ذلك أن الحكومة بدون رقيب، بل وصل الأمر أن يحدث وزير التجارة في مكتبه ويستخدم خاتم الجمهورية الجزائرية، يستخدم بهذا الشكل ويهدد بقرارات أصدره ويمثل الحكومة في قطاعه. إذا نحن أمام فساد هو نتيجة طبيعية لفساد السياسي، نتيجة طبيعية لما وصلنا إليه من انسداد الحياة السياسية وعدم الوصول إلى حياة ديمقراطية حقيقية، ثم بعد ذلك عدم الوضوء في القرارات الاقتصادية، وبعد ذلك جاءت الأزمة وجاءت أسعار البترول وتراجع عائد الجزائر من البترول لتكشف كل شيء أنها ليست في اعتقادها ليست مجبرة لأن تقدم حساب للشعب، والشعب لم يقم بدوره لحد الآن في الكشف في الضغط على الحكومة بجميع الأساليب لمحاربة هذا الفساد. إذا الفساد سيستمر ما دمنا أمام حكومة غير ملزمة بتقديم حساب للشعب، سواء عن طريق في كل 5 سنوات أو أمام البرلمان في بشكل دوري. شكرا لك دكتور إدريس ربوح القيادي في منطقة العدالة والديمقراطية، ونعتذر عن جودة الصوت لم تكن حسنة كما ينبغي. الجزائر قوة إقليمية ضاغطة فاعلة لها وقوة في إفريقيا في العالم العربي وخاصة في المغرب العربي. الجزائر لها مواقف إقليمية من قضايا المنطقة، من الأزمة السورية، من لها رؤية لثورات الربيع العربي، لها أيضا موقف مما يقع في اليمن. الجزائر ثابتة في موقفها تجاه القضية الفلسطينية، ولكنها لها حسابات أخرى في قضايا إقليمية تمس العالم العربي والإسلامي. هذا العرض يقدم لنا جزء من قدرات الجزائر التسليحية حتى نعرف مكانة الجزائر وقدراتها على المستوى الإقليمي.
لمناقشة حجم وقدرات والمكانة المفترضة للجزائر وفعلا على المستوى الإقليمي. معنا عبر الهاتف الأستاذ ناصر الدين بن حديد الإعلامي والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ ناصر الدين. أهلا وسهلا، مرحبا وتحية لك وللفريق ولكل الجمهور. أستاذ نصر الدين، من المفروض الجزائر على مستوى قدراتها التسليحية وعلى مستوى الامتداد وموقفها السياسية، وهي دولة أكبر دولة عربية وأكثر دولة عربية لها مواقف جريئة ورائدة في دعم قضايا التحرر في المنطقة، من المفروض الجزائر اليوم هي الرائدة وهي الرافعة للمشروع العربي. نجد الجزائر تقريبا تغيب نفسها أم هي مغيبة عن العديد من القضايا في المنطقة، خاصة ما يهمنا احنا في منطقة المغرب العربي، الأزمة الليبية، لماذا حسب رأيك؟ الجزائر لها موقف ثابت من الأزمة الليبية، التعامل فقط مع السلطة الشرعية، وثانيا عدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي سواء سياسيين أو الأخطر والأهم عسكريا، الدول المحيطة مصر وتشاد أنهم تدخل عسكري مباشر. الجزائر تنعى بنفسها من منطق ايديولوجيه حاكمه للجيش او العقيدة الجيش الذي ينبني ويتاسس ويترسخ حول عدم الجيوش، ومن ثم الجزائر تنمي اكثر من الدبلوماسيه الصامته والهادئه والبعيد على الاضواء. الجزائر عملت قبل مؤتمر او مؤتمر ندوه الخيرات او لقاء الخيرات في المغرب، عملت على ان يكون لها شرف تنظيم تلك الندوه، ولكن في حسابات اقليميه وخاصه امريكيه تم تحويلها الى المغرب. الجزائر عبرت عن رغبتها في ان يجد حل، وقالها سهل وزير الخارجيه انه الاهم ان نجد حل وليس المهم ان اين تكون الندوه. ثانيا والاهم، الجزائر الان لها حدود مباشره مع ليبيا، والجزائر الان اكتوت لمده 10 سنوات بالارهاب ولا تزال في الان ذاتها تتمتع بتجربه كبيره من في مقاومه الارهاب، ولها ثقه في النفس، لكن في الان ذاتها استراتيجيا تخاف من الوضع الليبي على ان يكون له تبعات. كان الوضع الليبي تبعات على مالي، لولا ما جد في ليبيا لما جد ما جد في مالي من حرب اهليه ومن حرب انفصاليه ومن صراع بين القبائل ومن صراع ايديولوجي حتى بين دوله المركز والشمال المالي. من ثم الجزائر تريد ان تطفئ النار في المناطق العربيه ككامله، واوافقك او لا اوافقك عندما قلت تنهى بنفسي عن المشاكل العربيه. الجزائر تنهى بنفسي عن المشاكل العربيه لان الدخول في المشاكل العربيه تصطدم باطراف عربيه اخرى، حتى تعتبر الجزائر انه ليس وقت ان تكون طرفا في صراعات عربيه، تريد ان تبقي لنفسها الدور الوثيق الهادئ والبعيد عن الاضواء. استاذنا نصر الدين، للجزائر موقف من الأزمة السورية العديد يؤخذها، خاصة من فصائل المعارضة السورية، الجزائر التي احتضنت حركات التحرر في إفريقيا، الجزائر التي احتضنت الثورة الفلسطينية، الجزائر التي احتضنت أيضا قيادات من ثورات التحرر في أمريكا اللاتينية. الجزائر اليوم تضع اليد في اليد، أو على الأقل الجزائر شريحة معينة من الرسمية الجزائرية، وكلنا يتذكر زيارة وزير خارجية الجزائري إلى دمشق إلى سوريا. الجزائر اليوم تضع اليد في اليد في مع نظام بشار الأسد، لماذا؟ وأنت كنت تتحدث أن الجزائر لا تريد أن تتورط، لماذا تتورط سياسيا على الأقل في دعمها السياسي لنظام بشار الأسد؟ الجزائر تعتبر، وهذا ليس دفاعا عنها، وقالت الجزائر وعلنتها عديد المرات أن لا تتدخل في الشأن السوري. ثانيا، الجزائر لا تساعد، هذا أخذها مني مسلمة، أي جهة ثورية تستقوي بالخارج وتتسلح بالخارج وتدخل في أجندات خارجية. الآن وعندما نقرأ الخارطة السورية بدون ذهاب في تحليلات ليس الوقت لها بهذا البرنامج، نجد أن الجهات التي تحارب النظام في سوريا تحولت إلى رأس حربة لجهات إقليمية ودولية، ومن ثم لم يعد الحديث ممكنا عن شأن السوريين، بل شأن السوريين تدور به دول الاقليم من تركيا من العراق من الاردن من لبنان وخاصه دول الخليج. ومن ثم الجزائر ترى، وهذا كتبه العديد من المحللين، الجزائر لم تعد شأنا سوريا بحتا، الجزائر نادت ولا تزال تنادي بحد سلمية في سوريا، ثم فهي تقف وفي مسافه وسطى، ليس مع النظام وليس ضد النظام، تعترف وقد قال عبد القادر سهل تعترف بالنظام القائم ما دام تلك رغبة السوريين. وبالتالي لا أرى أن الجزائر تورطت كثيرا لا مع النظام لا ضد النظام، هي حالة شاذة بين ظفرين ضمن الموقف العربي، سواء من أصدقاء سوريا
ومن يريدون اسقاط النظام او من يريدون الدفاع عن النظام تعتبر نفسها ابعد ما يكون، وتعتبر ان الربيع العربي قد حاد عن اصله شخصيا، وهذا برايي الشخصي لم تعد هناك ثوره في سوريا، اصبح تصفيه حسابات على المستوى الاقليمي والدولي. استاذنا نصر الدين، سؤال يطرحه العديد، وانت يعني من اكثر الناس الاطلاع على الشان التونسي والشان الجزائري. الجزائر داعمه وبقوه لحالة الوفاق والاستقرار وديمومة وانسيابية المسار الديمقراطي في تونس، في حين هناك مؤاخذات من الداخل الجزائري أن ليس هناك نفس الحماسة ونفس الدعم ونفس الدفع للمسار الديمقراطي في الجزائر. لماذا هي حريصة على الديمقراطية ونجاحها في تونس ونجاح التجربة التونسية، في حين هي بطيئة في التعاطي مع هذا المطلب داخلياً؟ أعتبر أن الديمقراطية في الجزائر ليست في حالة بطالة وعطالة، هناك ديمقراطية في الجزائر بنسخة جزائرية بمفاعيل جزائرية، هناك أحزاب تتوزع بين اليمين واليسار، هناك حالة جزائرية ليست على الحالة المثلى المطلوبة، الجميع في الجزائر يعتبر أنه لا تزال هناك أشواط وجب قطعها لكي تتحصل الديمقراطية في الجزائر على حالتها المثلى، لكن ليست جهنم الجزائر، من ثم هناك قراءات وهناك تحليلات، هناك مراكز قوى في الجزائر، هناك مراكز نفوذ في الجزائر، هذا التطور هو تطور اجتماعي وليس تطور سياسي، واعتبر ان جيل الثوره الان هو بسبب مغادره الساحه السياسيه، اعتبر ان اهم التحولات الكبرى هو تحول سوسيولوجي تاريخي، جيل الثوره هو بسبب مغادره الساحه السياسيه، لا ندري متى ياخذ الرئيس القادم امام الامور بعد بوتفليقه، لكن قطعا ودون ادنى شك الرئيس القادم لن يتمتع بدون ادنى شك بالشرعيه الثوريه، من ثم مغادره جيل الثوره للساحه السياسيه في الجزائر على المستوى العسكري، على المستوى الامني، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، حتى على المستوى الاعلامي سيعطي نفسا جديدا، نفيس انه الان الجزء على الاقل 70% من القادات الكبرى للجيش الان في الجزائر هي قيادات تخرجت من جامعات وليس لها ماضي ثوري بحكم السنية، من ثم اعتبر ان الجزائر ليست دولة مثالية في الديمقراطية، لكن تسير من تطورات اقليمية وداخلية. وشيء اخر، الجزائر جربت العنف والمجتمع الجزائري ينأى بالعنف لانه جرب العنف، يعتبر انه ما يجري في الجزائر بهمات بجميع الانتقادات والنقد الذي موجه سواء من داخل السلطة او خارج السلطة، تعتبر انه ما يجري في الجزائر بنطاق بسيط، وان كان النطاق بسيط الا انه افضل مما يجري في دول اخرى، كما ذكرت الحاله السوريه او الحاله اليمنيه او الحاله اللاصقة بالجزائر هي الحاله الليبيه. شكرا لك استاذ نصر الدين بلحليد الاعلامي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، الجزائر كما ذكر ضيفنا استاذ نصر الدين بلحليد لها ديمقراطيه الجزائريه الخاصه بخصوصيه الجزائر، خصوصية المجتمع الجزائري وجهة نظر، في حين يرى آخرون بأن هناك مناخ من الاحتقان السياسي والاجتماعي لعله يربك في فترة معينة إذا لم تجد السلطة في الجزائر مخرج له يربك.